على لي ريزو سوسيو تو سويت في تبع الجره. تبع الجره. تبع الجره البارح الاخبار اللي تداول برشا وتم تداوله خاصه تزامنا مع القضيه نتاع الوردانيين وما اثرته من جدل وجديد فيها واش ثم واش ما ثماش والقضايا المرفوعه والشخصيات اللي تم معناها الاستماع لها في القضايا اللي تم رفعت كسوه من النيابه العموميه في المنستير والا زاد من القطب القضائي لمكافحه الارهاب وغيره. البارح تصاور اللي تم تداولهم على حمله امنيه كبيره صارت في معتمدية الوردانيين وأنبازد كيف كيف على غلق جميع منافذ معتمدية الوردانيين والانتشار الأمني الكبير اللي صار، ولكن هذا الكل وحسب المصادر الأمنية هي وحتى كان وزارة الداخلية اللي كانت أصدرت منذ قليل بلاغ هي حملة أمنية فقط كانت في كامل ولاية المنستير مش كان في معتمدية الوردانيين فقط، وهي حملة أكثر من هكا حملة أمنية متزامنة في ولاية المنستير وولاية سوسة وأسفرت على معناها نتائج من أبرزها في الولايتين، إلقاء القبض على 233 شخص مفتش عليهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام، حاجز 16 سيارة محل تفتيش، حاجز 36 سيارة غير مستوفات لوثائقها الإدارية، أيضا دراجات نارية غير مستوفات لوثائقها الإدارية، ومحاضر جبائية ومخالفات مرورية ومحاضر عدلية وغيره، هذا حسب البيان بتاع وزارة الداخلية. ولكن المعلومة متاع غلق جميع منافذ معتمدية الوردانيين والانتشار الأمني ما كانتش صحيح، كانت هي فقط حملة أمنية روتينية عادية، ولكن هذا اللي خلى زادة كيف كيف الناس تبرتاجي على أنها حملة أمنية مربوطة بما يعرف اليوم بقضية الوردانيين. هي استاتيولي هبطتها زوجة النقيب زياد فرجلة على الباجة فيسبوك متاعها، واللي النقيب هذايا اللي كان هو أول من أصدر الفيديو نشر الفيديو المتعلق بالاتهامات اللي تم توجيهها إلى بعض الشخصيات ورجال الأعمال والنافذين في الدولة وباتهامات متعلقة بوجود مخازن متاع أسلحة، وجود أيضا معناها جرائم متاع حق عام وصلت إلى درجة حتى لخانة الجرائم القتل المحاولة القتل وغيرها، وكبرت الحكاية ولكن القضاء اليوم ما زال ماخذ مجرى. خلنا نقرأ لكم الستيولة بطوتها زوجة النقيب تقول: نحن بخير أصدقائي، أنا وزوجي النقيب زياد وكل أفراد عائلتي، المواطن الصالح يسعده وجود الأمن، أما الفرون من العدالة والمجرمون فهم الذين يربكهم وجود حماة الوطن، تحية لكل قوات الأمن في بلادنا. دونك هذه كان ستاتيو زوجة النقيب زياد فرجلة اللي هبطتها البارح تزامنا مع الأخبار تم تداولها حول الحملة الأمنية الكبيرة اللي صارت في معتمدية الوردانيين. إن شاء الله احنا في الأيامات اللي جاية نحاول ناخذ آخر المستجدات فيما يتعلق بالقضية هذه، سواء القضية كما قلنا اللي رفعتها النيابة العمومية وإلا زاد القضية المتعلقة ولا على اللي فتحها القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. نمشيو إلى الصور الموالية اللي أيضا تم تداولهم، هما لمعلم يدرس في مدرسة سيدي خليفة في سيدي بوزيد. تصور هذوما بعد تزيين القسم متاعه وتغيير المنظر الكل متاع القسم ولا حاجة أخرى، مساندة القضية الفلسطينية ودعما لجهود التلامذة اللي حبوا انه القسم نتاعهم يتبدل ويتزين. خلينا نقرا لكم الستاتيو اللي هبطها وتصاور، هما ديجا تلقاوهم على الباج نتاعنا مع الفيديو ديريكت، هما تصاور المأخوذين من الباج نتاع المعلم هذي اللي اسمه نبيل خليفي. المعلم على الصفحه نتاعو كتب: هذه النتيجه جاءت بعد اسابيع من العمل المتواصل والكثير من الجهد والارهاق البدني والنفسي والمادي، هكذا اصبح قسمي، قسم السنه السادسه بمدرسه سيدي خليفه، جنه للغه العربيه. أشكر كل من ساندني ولو بجهد يسير، وأخص بالذكر الأستاذ الفنان سالم كدوسي الذي رسم جدارية الأقصى، وصديقي المميز ماهر قادري. حين أرى النتيجة والفرحة على وجوه تلاميذي أنسى كل تعب وأتلذذ طعم النجاح. والقسم تصور ولو حاجة أخرى محلية ياسر حلو. إن شاء الله يا ربي نشوفوا ديما الحاجات هذوما، نشوفوا ديما المبادرات هذوما محلية مشرها ولا مش جس. أنا نخمم في التلاميذ، تصور انت التلميذ كي يدخل القسم كيف من هكا كيفاش باش يكون اقباله على الدرس، وكيفاش راهو المحيط نتاعنا في البلاصه اللي يقرا فيها التلميذ ولا حتى تلقاها انسان عادي.
تلقى في بلاصه مفرحه وفيها الوان ومزينه والكل، النفسيه نتاع العبد كلها تتبدل، فما بالك بالصغيرات كي يدخلوا القسم يلقوهم مزين بالوان كيف من هكا، طويول كيفاش ملونين ومقدودين، حاجه تعمل 66. كيف تحيه للمعلم هذايا والناس برافو. الكل اللي عاونته في المبادره الحلوه هذه، يعطيهم الف صحه. نمشيو الى المبادره المواليه زاده كيف كيف، هي ما تبعدش على جماليه وحلاوه المبادره اللي هي المبادره اللي قامت بها من 2016 الناشطه الحقوقيه لينا بن مهني، لمت من 2016 اكثر من 45 الف كتاب، هذوما الكتب اللي باش يتم توفيرهم وتقديمهم لفائده السجناء الموجودين في كافه السجون الموجوده في تونس. لينا قالت اللي حملتها اللي جمع الكتب انطلقت كما قلنا من 2016 بمبادره شخصيه منها هي، تمكنت من تجاوز الهدف نتاعها اللي كان هو 3000 كتاب، وهي وصلت على اساس انها باش تلم 3000 كتاب، ولكن وصلت ل 45 الف كتاب. الفكرة انطلقت والحملة هذه تبلورت عندها هي وخذت القرار باش تعملها بعد زيارة أديتها لإحدى السجون التونسية وبتحديد سجن المرنقية في ولاية منوبة، وشفت المكتبة الموجودة في السجن ناقصة برشا كتب مقابل الإقبال متاع السجناء اللي حابين يقرأوا وحابين تكون عندهم مكتبة وحابين على الكتب. دونك خرجت من الزيارة هذيك قررت باش تعمل الحملة، واليوم الكتب هذوما باش يكونوا مش كان في المرنقية كهو، باش تلقاهم ويتم توزيعهم على برشا سجون اخرين، وهذوما حملة انا واحدة من الناس نحييها عليها، ومن اجمل الحملات اللي تنجم يتم معناها تبنيها حملة كيف من هكا. وهذه مش اول مرة هي خاصة الحملات الموجهة والخدمة والرقي بالسجون التونسية، لانه شفنا في الجي سي سي المدة اللي فاتت افلام والسينما قاعدة توصل للسجون، دونك السجين اليوم ينجم يمشي يتفرج على فيلم هو داخل السجن. دونك أنشطة ثقافية ساعات نلقاو مسرحيات وغيرها يمشيوا يقدموا عروض داخل السجون، وهذا اللي نحبوه احنا اليوم تطوير السجون وندخلوا عقلية جديدة. راهو السجين اللي معناها السجين يدخل الحبس راهو مش فقط يقضي العقوبة نتاعو، ولكن نجموا نخرجوه من السجن والعقوبة بعد العقوبة هذه نتاعو شخصية أخرى، متكون مثقف قف ملم يخزر للثقافة وللكتاب وللسينما وللفن بطريقة أخرى. دونك يعطيهم الصحة الصحة لينا ماشي جديدة عليها هي الأنشطة هذه واللي تقوم به دائما. نمشيو للخبر الموالي اللي هو زاد كيف كيف تم تداوله البارح برشا، أعوان أمني اقتحموا مكتب محامية لإرغامها على سقوط دعوة قضائية. الاقتحام هذه صار على خلفية الخبر اللي كان تم تداوله مؤخرا بخصوص هروب عون أمن من المحكمة الابتدائية في المهدية بعد صدور قرار بي أو حكم بسجنه على خلفية قضية رفعها مواطن، وكنا سمعنا أنه ما بين هرب من المحكمة فر من المحكمة بمساعدة أصدقائه، ما بين بعد وزارة الداخلية كانت وقتها أصدرت بلاغ وقالت أنه كان موجود في المحكمة فقط كمستدعى، معناه تم استدعاءه في القضية هذه وخرج بصفة عادية لأنه موجود كان كشاهد في القضية وغادر بعد ما تم سماعه. وشفنا زادة كيف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في المهدية قالت أنه التقرير هذاك وكان هروب ماهوش بطبيعة ماهوش كما تمش استماع، هو كان متهم في القضية هذه وغيره. البارح محمد الجمالي رئيس الفرع الجهوي للمحامين في المهدية قال أنه قرابة 20 عون أمن اقتحموا مكتب المحامية المكلفة بالدفاع عن أحد الأشخاص المتقدمين بالقضية هذه المتهم فيها عون أمن بالضروع في تعذيب وقصد الضغط عليه على المنوب نتاعها لإسقاط الدعوة المرفوعة ضد زميلهم. أكد زاد كيف كيف رئيس الفرع الجهوي للمحامين أنه الوضعية النفسية للمحامية سيئة جدا، وقال الفرع قاعد يدرس في الإمكانيات المطروحة لمجابهة النوع هذي متاع الحوادث اللي يعتبرها خطيرة ولا ترمي للتفاوض بقدر التخويف والترهيب في الواقع هذي. وما زلنا ننتظر كيف كيف زاد في توضيح وبلاغ من وزارة الداخلية حول اللي صار شنو بالضبط وشنو هي الإجراءات اللي باش يقوم بها الفرع الجهوي للمحامين في المهدية للتصدي لل الممارسات هذه. دونك كانت هذه تقريبا اخبارنا واهم ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في تبع الجرة.